تعالوا نجرب بالله عليكم شيئا منقرضا يسمى قيام الليل. ازاي الليل عندك ثلاثة اقسام ودي السعادة الحقيقية، اما ثلثه الاول من الساعة 9 للـ12، واما ثلثه الثاني من 12 حتى 2 صباحا، واما حتى طلوع الفجر. خلاص انت قسمت الليل من العشاء للفجر، هذه الايه الشويعات. انا عايز ابدا، ما استطيع ان اقول لك قم ساعتين، لا، ولا 3 ساعات. خليك الاول خليها ربع ساعة، 7 دقائق تقرأ فيها القرآن، تعمل تسخين لموتور القلب طواعية لله، و7 دقائق الاخرى خليها ركعتين ابكي فيهما ان لم تبكي فتباكى. بعد 2 3 شهور ان شاء الله على موسم الحج، ان كنا من اهل الدنيا، خلي الربع ساعة دي خليها 1/3 ساعة. بعد 6 اشهر خليها 1/2 ساعة، 10 دقائق ذكر، 10 دقائق قراءة قرآن، 10 دقائق صلاة. اختار الوقت اللي يعجبك، قبل النوم او نام مستيقظ او قبل الفجر، تمام؟ الثلث الاخير من الليل دي قصة اخرى، المستغفرون بالاسحار. اذا وضبنا على قيام الليل هذا، ايه اللي عليك يحصل لك؟ اول شيء اشراق نور الايمان في داخل قلبك، فيظهر على قسمات وجهك وعلى جوارحك. حسن البصري كان اقرب الى السواد، فكان يظهر عليه بهاء في الدروس، يقول نحن قوم خلونا بالله في ظلمات الليل فكسانا من جماله وجلاله. الانسان سبحان الله لما يواظب على قيام الليل، هذا شرف المؤمن. الله يتنزل في الثلث الاخير من الليل. بالله عليك لو قيل لك ان الوزير اللي تتبعه او رئيس المؤسسة التي تتبعها بيحب يلف كده يجري في التراك شوية قبل الفجر بساعة، وانت ليك موضوع عنده مهم جدا لن يحله الا هو، ها؟ او الا هو، بلاش الا هو دي، الا هو هذا الانسان يعني. سبحان الله، مش هتحرص على انك تروح تلتقيه وتعمل انك بتمارس الرياضة زيه، ها؟ صح ولا لا؟ وتيجي جنبه يقول يا طويل العمر ما شاء الله، ايه اللي جابك الساعة 3؟ يا راجل، المهم خليها تنطلي عليه، خلاص؟ وتطلب منه الطلب بتقول والله بارك الله فيك، طب فين الورق؟ يوقع لك عليه. ليه؟ لأنك حريص على قضاء مصلحتك. شوف رب العباد عز وجل الذي يتنزل إلى سمائنا الدنيا كل ليلة، ألا من مستغفر؟ ألا من تائب؟ ألا من صاحب حاجة؟ ألا من كذا؟ ألا من كذا؟ الله. يبقى إذن العجيب ليس من فقير يتودد، ولكن الأعجب من غني يتحدث. صح ولا لا؟ من الغني؟ الله. ومن الفقراء؟ نحن أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. بالله عليك، أنت شفت الغني من الأغنياء ذهب للفقير يقبل يده ورأسه، الله يرضى عنك عشان خاطري، الله يبارك فيه، تقبل الـ10,000 دي، الله يرضى عنك ويوصلك الجنة. لو يقول الله يرضى عليك ما تردني مكسور الخاطر. بالعكس، ده أول ما يلاقي الفقير أولا يقطب جبينه، بعدين يعطيه جنبه، بعدين يعطيه ظهره، قال له طب تعالى يوم القيامة يحمى عليها، وبعدين تكوى بها إيه؟ جباههم. إيش معنى جباههم؟ أنه قطر أو جاي يطلق. سبحان الله. وجنوبهم ليه؟ أعطاه له جنبه. وظهورهم ليه؟ أعطاه ظهره. لكن رب العباد عز وجل ما رفع عبد يديه إليه إلا واستحى رب العباد أن يردهما إليه خائبتين. لا إله إلا الله. العبد المؤمن، العبد المؤمن الصادق، هو اللي شرفه في السعادة الحقيقية أن أتواصل مع سعادة داخلية بقيام الليل. فإذا قمت الليل أشرق إيمان، سبحان الله، الإيمان في القلب، وبعدين ربنا يبارك في العمل، يبارك لي في عملي، ثم يبارك في الوقت، ثم يبعدني عن الأثام، ثم يفتح لي أبواب الطاعات حتى وإن لم أسر نحوها، ويغلق في وجهي أبواب المعاصي حتى وإن سرت نحوها. وقيام الليل طارد للمرض، فلا تجد مقيم ليل عنده ضغط، ارتفاع في الضغط، توتر، توتر أعصاب، سكري، كل ده من التوترات العصبية التي عندنا. الإيحاء بأن عندنا من الهموم ما لا يعد ولا يحصى
هذه كارثة كبيرة. واحد عندهم في المصنع ثلاجة للمواد حفظ الأغذية، دخل فأغلق الباب عليه، فلاحق وجد دفتر اللي بيسجلوا فيه الكميات، بعد مدة فتحوا وجدوه قد مات يكتب يقول: أشعر بارتعاش في بدني، برودة في أعصابي، أشعر بأن أطرافي قد تخدرت، أنا لا أستطيع أن أسمع الآن، عيناي بدأت إلى أن انتهى الخط بوفاته. ولما دخل عليه وأخذوه ميتا وجدوا أن الثلاجة أصلا مطفأة وليس فيها أي نوع من التبريد. إيه اللي حصل له؟ الإيحاء. بالله عليك أنا ممكن أقول لك الآن إيه؟ لعلمكم ما شاء الله أبنائنا في الملتقى خدوا بالهم من القاعدة، بس خلي بالك الكرسي اللي أنت قاعد عليه ده بصراحة دي له سنة ما حد قاعد عليه، فاحتمال يكون فيه حشرة كده حشرة كده، خلي بالك لو حاجة بتنتظر الله صحيح، وانا من رجلي كده ايه تدي يهرش تدي الموضوع يزداد يحمر جلده، الموضوع ينقلب الى حقيقة، وهو فين الخيال؟ اين الخيال سبحانه؟ هذا في مخيلته هو، هذا في مخيلته بالايحاء. لكن الايحاء اللي عمله سحرة فرعون، اما ان تلقي واما ان نكون اول من ألقى، قال بل ألقوا، جابوا انابيب بلاستيكية حطوا فيها سائل الزئبق، كانوا متقدمين جدا. قارون وهو احد اعمدة الاقتصاد اليهودي والاسرائيلي في مصر في زمن موسى، ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، كان يحول الزئبق وهو معدن خسيس الى ذهب وهو معدن نفيس، قال انما اوتيته على علم عندي، فكان عنده كيمياء المال وليس كيمياء السعادة. المهم فجابوا الانابيب البلاستيكية حطوا فيها سائل الزئبق وقالوا موعدكم يوم الزينة وان يحشر الناس ضحى، عيد شم النسيم عند المصريين في شهر مارس وكده وابريل، وبعدين القوا الحبال يخيلوا اليه من سحرهم انها ايه تسحر، هم جايين مستعدين ليروا سحرا. ولما القوا الحبال بدا الزئبق يتحرك الى ان يستقر مع اشعه الشمس، مع انابيب بلاستيكيه يرى ظاهرها من باطنها، المهم ده كله، فعندهم ايحاء واقتناع ان في سحر سوف ايه، حتى اوجس الكريم نفسه، الكريم نفسه اوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف انك انت الاعلى، والق ما في يمينك تلقف ما صنعوا انما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث اتى. سبحان الله، الق ما في يمين، خلاص العبد مننا يأتمر بامر الله عز وجل، فلما يأتمر بامر الله يجد السعادة مقبلة عليه، اما يناكد امر الله سبحانه لن تسعده لا اموال ولا كراسي ولا سبحان الله العظيم. ولذلك العبد الصادق المؤمن هو الذي يحاول ياخذ معلم من رمضان، ان هو يبدا بس المعلومتين او الاقتراحين اللي قلتهم. الاقتراح الاول ان نحفظ ابنائنا القران صغارا قبل ان ينفلتوا منا، ثم محاوله قيام الليل. عطاء ابن رباح كان ساكن مع زوجته وامه، فكان يقسمه الليل ثلاثة أقسام، تقوم زوجته أول الليل ثم توقظ أم زوجها فتستيقظ ثلث الثاني من الليل فتوقظ ولدها عطاء، فالمهم يقوم حتى الفجر. فلما ماتت أمه قال لزوجته: تعالي لنقسم الليل قسمين عشان لا يهدأ القيام في بيت عطاء، فكان يقسمه الليل نصفين هو وزوجته. فلما ماتت زوجته عاش عطاء بقية حياته يقوم الليل كله حتى يضيء البيت بقيام الليل. اذا احنا عايزين، هم دول كانوا ناس واحنا ناس؟ ابدا. هم بشر واحنا بشر؟ أبدا. هو كان عندهم نسخة من القرآن غير النسخة التي عندنا؟ ابدا ابدا. اذا نفس القضية سبحان الله. فقيام الليل مكفر للسيئات، يعطيك بركة في العمر، بركة في الرزق، مقرب لله عز وجل، توافق فيها لحظة من لحظات التنزل الالهي لحظة رضا، فينظر الله اليك نظرة رضا، ومن نظر الله اليه نظرة رضا لن يعذبه يوم القيامة. شكرا يا ربي شكرا، هديت قلبي شكرا، نورت دربي شكرا، شكرا يا رب، شكرا يا رب.